بالنسبه لهاد الجرده اللي كاينه في عين حروده بالمركز، هاد الجرده اللي من اكبر المساحات الخضراء اللي عندنا هنا في عين حروده، ولكن كان خاصها شويه الاهتمام، كان خاصها شويه ديال التنشيط اللي يقدروا المواطنين والمواطنات باش يجيو يريحوا فيها ويستافدوا منها. حنا جينا هنايا المكتب ديالنا وحتى المواطنين اللي كيباغين ان هاد الجرده يريحوا فيها، ولكن ما لقاوهاش انها صالحه باش يريحوا فيها. فكرنا حنا المكتب باش نديروا واحد الانتفاشه لهاد الجرده، ونديروا فيها شويه تزيين وشويه نظافه باش الناس يريحوا فيها ويرتاحوا فيها، ويكونوا تكون واحد الفضاء اللي غيلقاو فيه راحتهم. الصراحه هي الفكره في الاول جاتنا اننا غندخلوا هذه الجرده وهي كبيره بزاف، وحنا ما عندناش الدعم باش غادي نبداو فيها من نهار الاول. بقينا كنتشاوروا ما بين الاعضاء ديال المكتب والمنخرطين والشباب ديال عين حروده باش غنخدموا في هذه الجرده، والحمد لله وفقنا الله خدمنا فيها 3 ايام. النهار الاول اللي خدمنا فيه اللي كان هو عباره عن واحد اللجنه اللي درناها حنا الجمعيه بمشاركه ديال الساكنه ديال هذه الجرده اللي قراب هذه الجرده والمنخرطين، شفنا اشنو خصنا يدار، شنو خصنا نخدموا في هذه الجرده. اليوم الثاني اللي كان خاص بالنظافه، وكنشكرهم من هذا المنبر الناس ديال عمال النظافه اللي جاوا خدموا معنا حتى همايا وعطاو واحد المجهود كبير برفقه المتطوعين اللي كان العدد ديالهم 150 من مدينه عين حروده. الهدف ديالنا هو اننا نعطيو واحد الميساج للناس الشباب خصوصا التطوع، فميساج انهم يحافظوا على البيئه ويحافظوا على المرافق العموميه، وكذلك الناس المسؤولين حتى هما يزيدوا يطوروا من ولا يزيدوا يجتهدوا في هاد المساحات الخضراء، خصوصا عين حروده مدينه اللي ولات كتكبر بزاف، مدينه ايكولوجيه، مدينه اللي ولات بمعايير عالميه ومساحات الخضراء قلال. حنا المدينه ديالنا كتمتاز بالبحر وبالطبيعه وبالفلاحه، يعني هذا الشيء هو اللي كيميزنا من عن باقي المناطق. كنشكروا كل من خدم معنا وجا قدم اليد المساعده، الجيران اللي وفروا لنا الغذاء الفطور، النساء اللي كانوا في هذا الدرب هذا اللي كنشكروهم، بينوا على واحد الروح وطنيه وروح ديال التعاون. هذا هو الرباح، بغينا يكونوا الساكنه والناس الشباب كلشي متطوع باش يديروا شي حاجه زوينه في المنطقه ديالنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.